خلنا نتكلم عن الاير تاجز من ابل ومن يحتاجه. السلام عليكم يا طيبين، انا خليفة الهارون، معروفكم مسلكي ومع رقمي تي في، وانا بتشيك طبعا التليفون شوي اقرب وبراويكم اللون الجديد، بس بركز اكثر على الاير تاجز لان الصراحه انا حبيتهم وبقول لكم ليش. انزين، فقبل ما اراويكم الاكسسوارات وايضا اراويكم الاير تاجز، خلوني اراويكم الايفون 12 باللون البنفسجي الجديد. من ناحيه المواصفات بالضبط نفس مواصفات الايفون 12 العادي، وترى تقدرون تحصلون التليفون باللون البنفسجي مع الايفون 12 او حتى الميني، وتفضلوا تقدرون تشوفون البنفسجي الفاتح، وطبعا هاي جلوسي يعني مو بمات ولكن مات حوالين الكاميرا، تتمنى لو كله كان مات، وتشوفون الحديد ايضا بنفسجي من الجوانب. انا شخصيا استعمل الايفون 12 ميني، والسبب لان احب الحجم وايد، وايضا احب اللون الابيض. بس ابي اسمع منكم ايش رايكم في اللون البنفسجي، ف اعتقد ان اللون وايد حلو. واذا تبون تشوفون الايفون 12 برو باللون البنفسجي، رفيجنا سوبر ساف بحط لكم اللينك في اسفل الفيديو، مسوي موك اب او نموذج. اوكي يلا خل نركز على الاير تاجز. انزين، فقدامنا احنا عندنا الاير تاجز، تقدرون تشترون اير تاج واحد او تختارون الفور باك. نصيحتي اختاروا الفور باك، سبب لان تقدرون تقطون الاير تاجز في عده اماكن، تقدرون تستعمل مثلا اللوب مع شنطة، تقدرون تستعملون الإيرتاج بنفسه وتقطه مثلا في شنطة صغيرة، تقدرون تستعملون الليذر كيرنج مع الإيرتاج علشان تشبكون مفاتيحكم، فأنتوا تقدرون تقررون وين تقطون الإيرتاجز. فأعتقد أن الجهاز مفيد، وطبعا ما أحب أقول لكم شوي أكثر، بس خلينا نشوف شنو داخل العلبة. إنزين، فلما تفتحون العلبة بتشوفون أن عندكم أوراق، أيضا عندكم هاي، نفتحه مرة مرتين وتشوفون عندكم أربعة إير تاجز. فشلت واحد طبعا موجود مني، بس خلوني أراويكم شي يصير لما تشيلون الإير تاج الأول أو الثاني. تشوفون إن عندكم بلاستيك عشان يحمي طبعا الإير تاج من الشموخ، أعتقد إنها بتشمخ وايد إذا تستعملونه وايد، خاصة إذا قطيتوه مثلا بس في شنطة أو استعملتوا اللوب. فالحين هاي مو بشغال، ما يشتغل. إذا احنا نبي نفعل الاير تاج فقط طبعا لازم نشيل الستيكر كذي كذي، وبعدين بتلاحظون احنا لازم نسحب هاي وتسمعون صوت. اسمعوا، سمعتوا الحين الاير تاج شغال وجاهز عشان نشبكه الى التلفون. نزين، فشلون نشبكه؟ كعندي الايفون مني مني، قربت الاير تاج وعلى طول شفت الاير تاج، اختار كونكت، وبعدين اقدر اسمي الاير تاج. فهل انا بستعمله في شنطتي او حتى السيكل او كاميرا، خلينا نقول بستعمل الاير تاج مع شنطه، بختار باك باك، عندي معلوماتي مني، ايضا اشوف انه كاتبين كيس باك باك، والحين طبعا بيشبك الى التليفون. طبعا من ناحيه الحجم تشوفون انه هاي صغير، من ناحية خلينا نقول سماكة الاير تاج تشوفون ان اعتقد انها نحيف جدا، وطبعا كانوا مجبورين ان يسوون الاير تاج بالحجم علشان خلينا نحاول نفتح هاي. تشوفون ان عندنا البطارية مني، والبطارية مدورة، وطبعا احنا نبي نحمي البطارية فعندنا البلاستيك من الجوانب. فاذا احنا بغينا مرة ثانية نغير البطارية في المستقبل نقدر نغيره ونسكر هاي. انزين، فخلنا نقول ان انا غيرت البطاريه وابي اتاكد الحين انها شغال قبل ما اطلع من البيت. اسمعوا الصوت وخلاص. فطبعا انتم بتحتاجون اكسسوارات اذا ما تبون تقطون الاير تاج خلينا نقول في مخبه، فهاي الاير تاج لوب، وتلاحظون ان حجم اللوب بالضبط نفس حجم الصوره اللي على العلبه. فإذا أنتوا دشيتوا في متجر أبل ومو متأكدين من الحجم، تقدرون تثقون في صورة الأكسسوار على العلبة. أيضا تشوفون أنا مركب طبعا الإير تاج، وفكرة اللوب إن أقدر أحط أركب هاي شيء وخلاص. الحين ركبته أو لصقت اللوب على شنطتي. فخلنا نقول إن أنا ما ركبت الإير تاج، شلون بركبه؟ طبعا أفتح هاي كذي
ترى حتى تشوفه وحتى الزر ترى أبل تسوون شغل عدل. بعدين أخذ الإير تاج وأحط الإير تاج داخل، سكر الزر وخلاص جاهز. من ناحية الإحساس طبعا هاي مصنوع على معتقد من الربر أو السيليكون، بس الإحساس وايد لين حلو. أيضا تقدرون تشوفون من ناحية الزر ترى الكواليتي، هاي كواليتي أبل الصراحة، وهم يعرفون شلون يصممون اكسسواراتهم فحلو. خلوني أيضا أراويكم الكيرينج، طبعا هاي مصنوع من الجلد، فقط نشيل هاي نفتح العلبة وعندنا الكيرينج. وايد حلو، حتى حاطين لزقة مني، ليش ترى أبل يعني يبون يتأكدون ان هاي ما تشمخ ها. اوكي حلو، فطبعا عندنا الكيرينج ونفس الشيء طبعا اذا احنا بغينا نركب الاير تاج نركبه فقط كذي. واذا ما تبون تصرفون وايد على اكسسوارات ابل ترى تقدرون تشترون الكيسات والكي تشينز واكثر من شركات اخرى، وبنحط لكم ايضا بعض اللينكات في اسفل الفيديو. انزين، فاذا انا بغيت استعمل الاير تاج وابي ادور على شيء معين فقط لازم افتح تطبيق فايند ماي. اذا انتم استعملتوا هواتف واجهزه ابل في السابق تعرفون ان تقدرون تستعملون فايند ماي حق الايفون الايباد واشياء اخرى. انزين الحين اذا انا بغيت اسمع او ابي افعل السماعه اللي في الاير تاجز، نعم عندنا سماعه صغيره، اضغط على انزين. ايضا خلوني اراويكم ان عندكم لوست مود، فخلينا نقول انتم ضيعتوا الاير تاجز، فشو تسوون؟ تختارون انيبل. تلاحظون ان لما احنا نختار انيبل كاتبين you will receive a notification when the location becomes available، معناته بنحصل على تنبيه لما الاير تاج يقدر يشبك، وايضا pairing lock علشان حد ثاني ما يقدر يشبك الاير تاج الى تلفونه، وايضا بتحصل على مسج حق الشخص لما يعثر او يحصل على الاير تاج، فمعناته لما يكون قريب حصل على تنبيه انه اوه بليز راسلو خليفه، طرشوا له مسج ان انتوا حصلتوا على الاير تاج ماله، وقولوا له المره الثانيه ترى ايش فيك انت، لا تضيع اغراضك انت ايش فيك. واذا قررتوا في المستقبل ان ما تبون تستعملون خلينا نقول الاير تاج حق شنطه، تبون تحطون الاير تاج في سياره كمثال، انزين تقدرون تختارون رينيم وتغيرون اسم الاير تاج. الحين خلوني اراويكم شو يصير لما احنا نخش الاير تاج ونحاول نعثر عليه عن طريق التطبيق. اوكي، فبختار فايند نير باي searching for signal، هكا شبك. الحين شو يصير؟ اوكي 11 feet، فانا بتمشى قاعد ادور. اوه يقول لي روح من هناك، اوكي روح من هناك يمين. اوه انا قريب، طينغ. انزين فشفنا شنو داخل العلبة او العلب ورويتكم الاكسسوارات، بس خلونا اقول لكم اهم شيء تقدرون تسوونه مع الاير تاج، تاخذون ايفون 12، تاخذون اير تاج يشبك عن طريق المغناطيس وتشوفوه. شوية استهبال بس فلا نقدر نسوي شيء، ما ادري ليش مستانس انا قاعد احب المغناطيس. انزين فخلونا اجاوب على اسئلتكم المهمه، هل الاير تاج مضاد للماء؟ اي نعم، فلو انتم طلعتوا برا في المطر لا تحاتون، واذا خلينا نقول طاح في الماء حق لحظه لا تحاتون ايضا بيشتغل، ولكن انا ما انصح في استعمال الاير تاجز لما تتسبحون. خلينا نتكلم عن البطاريه، البطاريه بتطول حق تقريبا سنه وما تقدرون تشحنون الاير تاج، بس اذا تبون تغيرون البطاريه استعمل السي ار 2032، هاي نفس البطاريه اللي في كل الساعات وتقدرون تحصلون على البطاريه في مكان. اذا مو متاكدين اذا تحتاجون تغيرون البطاريه ايضا مره ثانيه تقدرون تفتحون فايند ماي وبتختارون الاير تاج وبتشوفون انك تبون ان طبعا البطاريه فل حاليا لان اير تاج جديد. زين فخلوني اقول لكم شوي اكثر عن ذكاء الاير تاجز. فالاير تاجز يشبكون الى التلفونات
الايفون 6 واعلى عن طريق البلوتوث او الان اف سي اللو باور انرجي، فلا تحاتون يعني ما بتخسرون يعني بطاريتكم وانتم تشبكون الى الاير تاجز. خلينا نقول اذا انتم حطيتوا الاير تاجز في شنطه وضيعتوا شنطتكم، شلون تقدرون تحصلون على الشنطه خاصه لانها ما في انترنت؟ بيشبك الى اي هاتف ايفون 6 واكثر علشان يقول له والله انا موجود في هالمكان الذات، والتلفون بيبعث المعلومات الى الانترنت طبعا اذا الاشخاص موافقين. طبعا ما لا تحاتون ما بيستعمل كل الداتا مالكم. وبعدين طبعا عن طريق تطبيق فايند ماي تقدرون تحصلون على الجهاز. فلان عندنا الملايين من الايفونات في جميع انحاء العالم، معنات المفروض ان نقدر نعثر على الاير تاجز بسهوله. انزين، فخلنا نقول ان الشخص قال اوكي، معناته انا اقدر اعثر واقدر ادور على اغراضي. اذا انا بغيت اتجسس على الشخص، هل اقدر اقط مثلا اير تاج في شنطه شخص واشوف وين رايح وين جاي؟ الجواب اي ولا، بس خلوني اشرح شوي اكثر. اذا الشخص قط الاير تاج في شنطتي انا علشان ابي اعرف وين رايح، والله اذا هالخليفه راح الى ماكدونالدز بدون ما يقول لي، يمكن اخوي يبي يعرف. اوكي، فبيقط الاير تاج في شنطتي، بيفتح فايند ماي، وطبعا لانه يشبك الى الايفون مالي علشان يبعث معلومات يقدر يشوف ان انا قاعد اتحرك. بس بعد فتره التلفون ترى ذكي، لان التلفون يعرف ان لحظه في اير تاج قاعد يشبك الى تلفون خليفه والاير تاج مو بماله، فبيطرش لي تنبيه على تلفوني ويقول لي انه ترى في اير تاج موجود معك، يمكن في شنطتك. فالفكره ان ابل بيساعدون الناس علشان يعرفون اذا في حد يبي يتجسس عليه او عليك او علي او على اي حد. لا تتجسسون بليز. انزين، خلوني الحين اعطيكم بعض الافكار لاستعمال الاير تاجز. قلت لكم ان تقدرون تقطون الاير تاج في شنطه، تقدرون تستعملون اللوب وتحطون الاير تاج على شنطه السفر، ايضا تقدرون تستعملون الاير تاج وتقطونه في سياراتكم. بس ايضا افكار اخرى، فتقدرون مثلا اذا عندكم قطوه او عندكم كلب، تقدرون تستعملون الاير تاج علشان تعرفون اذا القطوة شردت كمثال. إذا عندك محفظة كبيرة يمكن تقدرون تحطون طبعا الاير تاج في المحفظة، بس كنت أتمنى لو كان أنحف مثل أجهزة أخرى متوفرة في السوق حاليا. طبعا تقدرون تستعملون الاير تاج مع كي تشين علشان تدورون على مفاتيحكم. أوه، يمكن تبون تلعبون لعبة، خلينا نقول أنتم مع أطفالكم مع عيالكم، تقدرون تخشون هاي مع هدية بسيطة وتعطونكم تعطون اليهال الهاتف تقولون يلا دوروا عليه. هل تقدرون أول شخص يحصل على الاير تاج يحصل على الهدية؟ مرة ثانية مجرد أفكار لكم. بعض الناس أيضا قالوا لي إنه يبون يشبكون الاير تاج طبعا عن طريق لوب، أو حتى يمكن يخشونه في كيس مع سياكلهم. فيمكن أنت ساكن في منطقة معينة وأنت خايف إن حد بيبوق السيكل، اير تاج. إنزين غاليين، فإن شاء الله أنا قدرت أشرح بطريقة جيدة عن الاير تاجز وفهمته أكثر عن الجهاز. فأبي أسمع عنكم، هل أنتوا تشترون اير تاجز؟ قولوا لي في أسفل الفيديو. يا الغاليين، إذا أنتوا حبيتوا الفيديو عطونا لايك، إذا ما حبيتوا الفيديو بس حبيتوا الجهد عطونا لايك، إذا تبون تشوفون آخر الفيديوهات في أسرع وقت لا تنسون تسوون سبسكرايب. ودائما أقول لكم في كل فيديو شكرا 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 الغاليين، أنتم من أطيب الناس تساعدونا علشان نستمر وعلشان نسوي هالأنواع من الفيديوهات. مع السلامة.